والآن مع توسيع جوائز مسجد البري وتقديم الجوائز ومناداة الأسماء الحاصلين على الدرجات الجيدة بفضل الله الباهر ومستوى التفوق في هذه الدورة المباركة في التوحيد، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى في توسيع الجوائز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع توزيع الجوائز كتاب أصول ومهمات دين الإسلام، مسجد البري والشارح الشيخ الفاضل ناصر الطبيب. ومن باب أن لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكر الشيخ ناصر الطبيب، وأشهد أنه كان النبذة الأولى في تعليم التوحيد. أشهد ذلك، جزاه الله عنا هنا. ونبدأ الآن بتوزيع الحاصلين على الدرجات العليا من كبار السن المسجد البري، والحاصلة على المركز الأول من كبار السن أم عبد العزيز أمين أبو علي. المركز الأول، المركز الأول مقرر أم أحمد عبد الله سيف السرد. المركز الأول مقرر أختنا سعاد محمد العمور. المركز الأول مقرر أم فرحة محمد الشناوي. المركز الأول مقرر وفاء أحمد التفاوي. المركز الأول مقرر سميرة صلاح عبد الحليم. المركز الأول مقرر عفاف عبد العزيز زياد بر. المركز الأول مقرر سماح صالح أبو ريح. والآن نستهدف توزيع كتاب الشيخ محمد أبو عليش، ثم نعود إلى مسجد البرج. قم يا التوجه المسجد البرجي الأعداد حديثة، فحنستأذن إخواننا إن شاء الله وحنبدأ من الشيخ أحمد الروح إن شاء الله. المركز الأول مع الشيخ محمد أبو عليش. العدد كثير بس في المركز الأول. المركز الأول أيمن عبد العظيم محمد سماح. أيمن عبد العظيم محمد سماح. المركز الأول مقرر عبد الرحمن محمد محمد سماح. المركز الأول مقرر هبة علي محمد بر. المركز الأول مقرر ملك أيمن عبد العال سلف. المركز الأول مقرر رؤى محمد صادق أبو عميش. المركز الأول مقرر أيسل علي محمد بر. المركز الأول مقرر نهى محمد صادق أبو عميش. نور محمد صابر أبو عميد. المركز الأول مقرر كل دور خمسين 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 خمسين. المركز الأول مقرر حبيبة رضا رمضان بطل. المركز الأول مقرر مريم محمد محمد سعد. المركز الأول مقرر آية أحمد علي سعد. المركز الثاني كتاب الشيخ محمد أبو عميش عائشة ماهر سيد السر. عائشة ماهر. المركز الثاني مقرر روى عبد السلام محمد أبو عجاب. المركز الثاني مقرر
المركز الثاني مقرر رضا عبد الله محمد ابو عجاب. المركز الثاني مقرر سعيد هادي سعيد جابر. المركز الثالث للكتاب الشيخ محمد ابو عمير. رفيع عبد السلام محمد ابو عجاب. سارة أحمد علي سعد. دينا تاج إسماعيل. يمنى سيد كمال حسن. سارة إبراهيم محمد. عدين. سارة إبراهيم محمد عدين. ياسمين أحمد فاروق محمد. منى أحمد فاروق محمد. سندس أيمن عبد العال سند. منا علي محمد الدبل. عبد الله خالد زبلول. ملك علاء محمد ابو عجاب. محمد مصطفى زنون. محمد مصطفى زنون. مريم بيومي محمد ابو عبيد. مريم بيومي محمد ابو عبيد. محمد فتحي عبد الحميد. نابت وليد جلال. نابت وليد جلال. محمد سعد زغلول حضراء. الاء محمد صابر عبد العليم. عبد الرحمن ابراهيم محمد عودين. جنى محمد عبد العاط. جنى محمد عبد العاط. محمود هيثم محمود ابو علي. جنى عبد الفتاح مرزوق. هنا هاني ابو حداد. هنا هاني ابو حداد. هنا هاني مصباح ابو نروي ابو نروي. حنين محمد عبد الله. حنين محمد عبد الله. نور محمود علي الشكري. نور محمود علي الشكري. اسراء عبد المجيد سليمان. ملك هيثم محمود ابو علي. انس عبد العزيز محمد عبد العزيز. ادم صبري يوسف محمد. ادم صبري يوسف محمد. روضة بيومي محمد ابو عبيد. الزهراء علاء محمد عبد السلام. جنة وليد جلال شرف. جنة وليد جلال شرف. سجدة وحيد مرزوق. سجدة وحيد مرزوق. نستأنف توزيع جوائز مسجد البري كبار السن اختنا ايمان